بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم على قناة طوبوجيس فور يو مرة أخرى في إطار استكمال دروس الطوبوغرافية. في هذه الحلقة إن شاء الله سنتطرق لموضوع خاص ب يعني اللوفي طوبوغرافيك ثم لو كالكول سو يعني طوبوجين بالنسبة للمبتدئين. هنا مثلا في الصورة يعني كما يتضح هذه مثلا منزل من يعني أربع يعني زوايا أربع زوايا B1 B2 B3 B4. كذلك لدينا هنا يعني لاستاسيون S2، ثم هنا نتوفر على ستاسيون S1. فقط سنقوم برايونمون لو فيغرافيك افيك رايونمون هنا S1، يعني بعد القيام بعملية لاميزون ستاسيون التي تعد من يعني الأشياء الأولى التي نقوم بها قبل بدء العمل. بعد الانتهاء من لاميزون ستاسيون كذلك نقوم يعني بتثبيت المثلث الموجود في لاستاسيون توتال في اتجاه لو بورتمير. بعد ذلك نتجه إلى يعني لا لونيت، ثم نقوم يعني بتثبيت يعني بضبط وضعية يعني لاستاسيون توتال على البريزم، ثم نضغط على لو كالكول دو ديستانس. نفس العملية نكررها بالنسبة لكافة يعني لي بورن الموجودة لدينا هنا B1 ثم B2 التي توجد في يعني في الزاوية الأخرى من المنزل، ثم يعني B3 B4 ثم أخيرا يعني لغبة. الآن كما تلاحظون في هذه الصورة يعني مجموعة من القياسات التي قمنا بأخذها باستعمال لاستاسيون توتال، يعني المسافات والزوايا التي نستعملها كذلك في يعني في الحسابات الطوبوغرافية. المسافة يعني بين كل من يعني لاستاسيون جميع لبورن التي سنقوم يعني بعملية حسابها. فيما يخص مثلا الزوايا، لقد قمت اخر يعني نظرا لصعوبة يعني الخروج للميدان من اجل القيام بعملية يعني مسح طوبوغرافي يعني على الميدان، قمت يعني بمسح طوبوغرافي فيرتويل باستعمال يعني برنامج. هنا مثلا يعني فيما يخص يعني مثلا الزوايا اخذت بهذه الطريقة، يعني مثلا هذه هي لاستاسيون الخاصة بنا. اقوم بتثبيت الاتجاه، اقوم بتثبيت الاتجاه مثلا على الريفيرونس، ثم اقوم بالاستدارة نحو لابورن الخاص بنا، اقوم بالضغط كما تلاحظون هنا في الاسفل يعني 21.2 يعني دوغري. نفس الشيء بالنسبة للزوايا الاخرى، سنقوم يعني بحساب الزوايا، ثم بعد الانتهاء من ذلك نحصل على يعني جدول على هذا الشكل، يعني لاستاسيون ثم لي بوين فيزي يعني لاستاسيون 2 ثم لي كاتر بورن دو لا ميزون ثم يعني لغبة، إضافة إلى الزوايا ثم المسافات. بعد يعني قليل سنرجع لبرنامج يعني الطوبوجين من أجل إدخال هذه المعطيات والقيام بعملية الكالكول لنشاهد يعني كيف ستكون نتائج هذه العملية. في هذه الفقرة الثانية إن شاء الله سنتطرق لكيفية إدخال يعني المعطيات التي قمنا بأخذها في البرنامج يعني الافتراضي، ثم إدخالها في برنامج طوبوجين، يعني بعد الضغط على يعني برنامج طوبوجين. قبل البدء في إدخال المعطيات أود فقط أن أقوم بشرح وجيز لمحتويات هذا البرنامج. يعني عند فتح هذا البرنامج يعني لأول مرة يعني تظهر على هذا الشكل، يعني مثلا نوفو إذا قمنا يعني إذا أردنا يعني فتح يعني خلق ملف جديد، تغني يعني آخر ملف تم فتحه، وفغير في حالة أردت يعني فتح الملفات الموجودة لديك في الحاسوب. أما فيما يخص غيسون فهي آخر الملفات التي تم العمل عليها. نحن الآن سنقوم بفتح ملف وسنقول يعني سنسميه مثلا تيست مثلا تيست 1
تيست 1 ثم سيف. يعني واجهة البرنامج تبدو على هذا الشكل، يعني الواجهة الأساسية. سنقوم بشرح فقط يعني النوافذ الأساسية فيما يخص النافذة الأولى وهي الأهم، يعني سيزي اي كالكول. عند الضغط على سيزي اي كالكول يعني تبدو على هذا الشكل. أول حاجة نبدأ بها وهي سيزي دي زوبسيرفاسيون، ثم نذهب إلى لي بارامتر. لي بارامتر نقوم بإدخال المعطيات الخاصة مثلا بالمحافظة العقارية التي يتبع لها يعني هذا الرسم العقاري أو هذا التيران الذي نود القيام بمسح طبوغرافي به. كذلك لا بروبريتي دي هو اسم الملك، كذلك هل هو يعني تيتر أو بيان ريكيزيسيون إلى غير ذلك، هل هو يتواجد في المجال الحضري أم في المجال القروي. يعني هنا النومبر ليكتور، يعني سنقوم انسول ليكتور لان يعني دو ليكتور كانت تستعمل مثلا باستعمال لي تيودوليت. اما هنا فيما يخص لا ديستونس، يعني لا ديستونس اون بونت وبي بلس لونغ فيرتيكال، نستعملها اذا اردنا القيام ببلون كوتي مثلا او يعني لوفي دون بوند كوتي. الان نحن في لا بلانيمتري دونك سنستعمل لي زونغل هوريزونتال. فيما يخص لي كوريكسيون افير، نحن مثلا في لا زون يعني نيميرو 1 دو ماروك، يعني سنختار لا زون 1 لو سونس سيتي ديريكت لا ستاسيون توتال. فيما يخص لي زيكار التي نعمل بها يعني هنا في المغرب، يعني في جميع سميتو يعني 5 يعني 5 سنتيمترات فيما يخص لا ديستونس و 3 مينوت في بالنسبه لي لي زونغل. نضغط على اوكي. في هذه الخانه يعني نقوم بادخال يعني الاحداثيات الخاصه بالرطشمو الذي سنعتمده في اللوفي توبوغرافيك، نيميرو اكس ايغريك وكذلك الريفيرونس، اي يعني من اين مثلا يعني اخذت يعني هذه الاحداثيات، تشير مثلا الى رقم الرسم العقاري الذي قمت باخذ يعني الاحداثيات الخاصه به هنا. بعد ذلك نضغط على روتور. فيما يخص يعني المعطيات الاخرى، يعني مثلا لاتريبيسيون دي نيميرو دي بيس في حاله مثلا يعني ارت يعني فيما يخص لي دوسي تكنيك دو كاداستر، ربما سنتطرق اليها في يعني في 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 حلقه اخرى. لامبريسيون يوتيليتير، يوتيليتير هنا يعني فيها العديد من يعني الامتيازات الخاصه، سواء مثلا بلا فيزواليزاسيون لو شونجمون يعني ليديسيون شونجمون دي نيميرو دي كالكول الى غير ذلك، كما انها تحتوي على يعني واجهه من اجل يعني لي زوبسيرفاسيون، يا اما نقوم بادخالها بطريقه يعني مانويل او بطريقه يعني اوتوماتيكيه في حاله مثلا استعملنا ستاسيون توتال بيك يعني ليكتور الكترونيك، نقوم بالضغط هنا. كما تلاحظون ان اغلب لي مارك الخاصه يعني بلي ستاسيون توتال فهي متواجده، يعني نقوم باختيار يعني لاستاسيون توتال التي نعمل بها ثم باركوغيغ فنقوم بديماري فيقوم بلامبورتاسيون الخاص بلي زوبسيرفاسيون التي قمنا بها في يعني سور تيران. كذلك هناك العديد من يعني الخصائص، لكن لنلاحظ هذه الخصائص سنقوم اولا يعني بادخال المعطيات التي قمنا باخذها، يعني سيزي كوردوني. يعني هنا سنقوم يعني بادخال يعني الاحداثيات الخاصه بنا، يعني هي لا ستاسيون، يعني نقوم بالضغط على نيميرو، نقوم هنا اس ان مثلا انتري، نقوم بادخال الاحداثيات 505 063 فاصلة 67 انتري، الايكغيك 340000 656 فاصلة 51 بالنسبة لاس 2 نفس الشيء 505000 057.50 انتري 340000 682.46. يعني هادو لي كوردوني دابوي و لي كوردوني دو ريفيرونس التي سنستعملها ستاسيون الى ريفيرونس. ثم نذهب الى لا سيزي دوبسيرفاسيون، هنا سندخل لا ستاسيون الخاصة بنا هي اس 1 كي فيز اس 2. لا ليكتور هي 0 يعني الاولى، لا ديستونس الاولى هي 26.67، بالنسبة لي لابورن بي 1 يعني 21.20، المسافة هي 28.60، بي 2
يعني لونغ اللي هي 30.9، لا ديستونس هي 28.6، بيتروا هي 31.5، المسافة هي 19.75. عفوا هنا في يعني هذه سنقوم يعني موديفيكاسيون، هي 31.09. فيما يخص بيكات هي 43.5، هي لا ديستونس 23.21، ثم لغبغ هي 59.10، المسافة هي 18.62. يعني بعد إدخال هذه المعطيات نقوم بالضغط على أوكي، ثم روتور، ثم نذهب إلى عملية كالكول. هنا في الكالكول أول حاجة يعني نبدأ بها، في حالة مثلا إذا كان لدينا أشاميرمون لابد أن نقوم بحساب لو في زي إم أو بيان لا ستابيليتي دي ستاسيون. الآن لدينا احنا فقط رايونمون، سنكتفي بحساب لو جيزمون اي ديستونس اونتخ لا ستاسيون اي لا ريفيرونس. نضغط على كالكول جيزمون اي ديستونس، في هذه النقطة نختار النقطة الأولى ألا وهي الإس أن، ثم لا ريفيرونس هي إس دو، ثم نضغط على أوكي. كما تلاحظون الآن لقد تم حساب لنا الجيزمون ثم لا ديستونس بين اس 1 و اس 2. نقوم بانجوجستري ثم انولي. بعد ذلك سنذهب الى لو رايونمون. الآن سنقوم باختيار يعني اختيار لا ستاسيون الخاصة بنا هي اس 1، تظهر جميع النقط التي قمنا يعني تو لي بوين فيزي ا بارتير دو اس 1. لا ريفيرونس هي دائما هي الاس 2، ثم نقوم بجيزمون كالكولي ثم نضغط على اوكي. تلاحظون الان ان جميع النقط التي قمنا بادخالها تم حساب الكوردوني الخاص بها. نقوم بانجوجستري، بعد ذلك نقوم بروتور، ثم الذهاب الى بوز جرافيك من اجل يعني لا فيزواليزاسيون دي ريزولتا الان، ثم نذهب الى هنا الى اوبسيون ثم افيشي لي نيميرو. كما تلاحظون الان ان الاس 1 الخاصه بنا فهي موجوده في هذه الزاويه، كذلك الاس 2 والمنزل الخاص بنا ثم لغبغ. من هنا يمكننا ان نقوم بحساب المساحه الخاصه بالمنزل سيرفاس، ثم ضغط في بي 1 ثم بي 2 بي 3 بي 4 انتري. نقوم مثلا بتسميتها بارسيل مثلا او ديزينياسيون او بيان ديزينياسيون مثلا سيرفاس 1، ثم الضغط على اوكي. تظهر على هذا الشكل يعني ان المساحه هي 50 ار. هناك بعض يعني لا كوريكسيون، ثم نقوم انجستري. الان كما تلاحظون يعني بعد ذلك قد يعني نستكمل بعض المعطيات الموجوده في هذا البرنامج. فيما يخص مثلا لا كونسلطاسيون دي بوان دابي، يعني النقط التي قمنا بادخالها سابقا، يعني نقطتين قمنا بادخالها يمكننا يعني لا كونسلطاسيون من هنا، كذلك لا كونسلطاسيون دي ريزولتا بالضغط هنا يعني تظهر يعني الريزولتا الخاصه بالكالكول. عفوا يعني هذه خاصه بالكونسلطاسيون دي زوبسيرفاسيون، اما الاخرى فهي الخاصه بالريزولتا. إذا لاحظتم هنا جميع الريزولتا موجودة هنا. إذا قمنا بالضغط يعني أول عملية قمنا بها هي كالكول جيزمون ديستونس، ثم توجهنا نحو الكالكول دو رايونمون، فأخيرا يعني كالكول دو سيرفاس. كذلك كونسلطاسيون دي كوردوني كالكولي، كما تلاحظ يعني جميع النقط التي قمنا بإدخالها أفيشي لي نيميرو يعني الخاصة بالمنزل تظهر هنا. كذلك موديفي بوز دي كالكول، عندما نقوم بالضغط هنا يعني تظهر فقط العمليات التي قمنا بها، لا سيرفاس جيزمون رايونمون ثم الروتور الى المينو برينسيبال. مثلا سنجرب مثلا رايونمون، ستعود الى الواجهه الخاصه بالرايونمون اذا اردنا مثلا حذف او اضافه شيء ما. روتور نفس الشيء بالنسبه للحسابات الاخرى. فيما يخص ريبريز دي كالكول، فرضا يعني قمنا بحساب جيزمون اي ديستونس ثم شيمينمون ثم الى غير ذلك،
في لحظة من اللحظات قمنا ببعض التغييرات فيما يخص مثلا لي زوبسيرفاسيون او لي بوين دابوي، نقوم بروبريز لو بريس كالكول، فهو يقوم بتحيين جميع العمليات التي قمنا بها دون الرجوع لإعادتها. ليليميناسيون دي كالكول كذلك، يعني إذا أردنا يعني ليليميناسيون دي كالكول، يعني فيما يخص مثلا ربما قد نعود إلى اتش ليتر مثلا الآن هنا، يعني مثلا بعد الانتهاء من عملية مثلا لكالكول إلى غير ذلك، يمكننا أن نقوم بإكسبورتاسيون دو فيشي مثلا دي كوردوني التي قمنا بحسابها، مثلا سميناها تيست 1، نقوم بسيف، يعني يتم تصدير جميع النقط التي قمنا بها، ويمكننا استكمال باقي العمليات في البرامج الخاصة بالديسان كالأوتوكاد إلى غير ذلك. هذا فقط يعني شرح وجيز لبرنامج يعني توبوجين، وإن شاء الله ربما سأتطرق يعني بالتفصيل لكل حالة على حدة بعد يعني بتوفر المعطيات. إلى هنا تنتهي الحلقة، شكرا لكم وإلى اللقاء إلى حلقة أخرى.